في ديرة اخوان روضة مرحبا بالضيوف اللي من البز جات وحطت رحالها اخواننا في الخليج مطوعين الظروف وان جات دار التميم نكرم سبالها لنا هذه الاسماء التي تنجح بالعلامة الكاملة ليكون الشوط الاول الشوط الرئيسي هنا مكتوبا بحروف اسم حروف تهانينا اذا لهجن الشعانية على فوز حروف بالمركز الاول وعلى فوز قبة بالمركز الثاني وعلى فوز ايضا اثارة بالمركز الثاني والتهاني لحمد بن علي بن حلفان المري. يلا مشاهدينا الاعزاء متواصلين في برنامج مع الفائزين يسعدنا في هذه اللحظات ان نلتقي مع المبدع حمد بن علي بن حلفان. حمد ألف مبروك الفوز. حمد قدم لنا في هذا المساء حروف وبحر. ألف مبروك الفوز والتميز والتسلم. مرحبا تستاهل خير وبريك الله يطول عمرك. وش سلالة حروف؟ حروف على ولد حلوان بعير بن شافي وامها من ابل بن شافي وهذه البكرة مشرية من ناصر بن سعود بن شافي. نعم. شرينا على السبق والحمد لله رب العالمين سبقت الليلة في الشوط الأول. وأما بحر مشري عند راشد بن حلفان يبي شاهين الجهرة وامها مهجنة وشرينا في سابق المحلي الأول المحلي الخامس والحمد لله رب العالمين توفق الليله وسبق الشوط الاول. الف مبروك الفوز يا ابو علي وقل جعلنا مسلم دائم استعدادك لبقيه ايام المهرجان. والله ان شاء الله احنا داخلين ذخيره ان شاء الله وما لا بل توفيق رب العالمين ونتمنى التوفيق لهجن الشحانيه اولا ولجميع المشاركين. نعم حمد بن علي بن حلفان شكرا جزيلا لك كان معنا المضمر المبدع صاحب الاشواط الرئيسيه في هذا المساء مع هجن الشحانيه حمد بن علي بن حلفان من استهل بدايه ايام واول ايام سباق المؤسس نقول الله يوفقه والى الامام ان شاء الله يا حمد وشكرا جزيلا لك. مرحبا بريك الله يعطيك العافية ونشكرك محمد وبريك وبيض الله وجهك على المقدمة بقيادة البحر على مقدمة هذا الشوط. ها هو بحر تشاهدون على شاشة التلفزيون النقطة الثانية لهذا الشعار ولهذه العزبة ولهذا المضمر حمد بن علي بن حلفان المري. سلام سلام عليك يا هجن الشحانية على هذا الأداء المتميز. تهانينا لهجن الشحانية على فوز بحر بالمركز الأول المركز الثاني. مشاهدنا الأعزاء متواصلين في هذه التغطية الإعلامية الخاصة لمهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه مع في هذه اللحظات الإعلامي المعروف جابر بن ناصر الهاجري راعي عرقان. نقول يا مرحبا وسهلا وسعداء بوجودك يا راعي عرقان وحياك الله معنا في ميدان التحدي. الله يحييك ويبقيك ويرحم والديك. نعم كيف شفت المهرجان في أول أيامه؟ والله مهرجان بأول أيامه منافسات شريفة وبداية مشرفة وموفقة إن شاء الله للجميع ونتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع ونحب نهني صاحب السمو الشيخ تميم محمد على انتزاع الأشواط الرئيسية مع المضمر المبدع حمد بن علي بن حلفان وهذه إن شاء الله بداية موفقة لصاحب السمو الشيخ تميم للختاميات الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. كيف شفت المنافسات الأخرى الصباحية لأبناء القبائل اليوم؟ والله الحمد لله منافسات قوية والكل إن شاء الله ربحان وفائز. المشاركة بحد ذاتها في مهرجان المؤسس طيب الله ثراه هذا فوز بحد ذاته. نعم كيف شفت الجوائز المقدمة وكذلك الإقبال الجماهيري على المشاركة؟ والله الجوائز طال عمرك هي اللي خلت الناس تعنون وعقوتهم هذا الطيب هم مستغرب من الهلا الشيخ تميم واللجنة الموقرة. الإعلامي جابر بن ناصر الهاجري راعي عرقان شكرا جزيلا لك وبيض الله وجهك. الله يرحم والديك وحبيت فيها اني انتهز الفرصة في موقع الأبرقة هذا الموقع الكبير المتواجد في كل انحاء الفعاليات التراثية واني اقدم اسماء ايات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد والشعب القطري كافة لها العيد بمناسبة العيد الوطني وان شاء الله الله يعزهم ان شاء الله ويديم عليهم الافراح والجميع اهل الخليج ان شاء الله. عم بيض الله وجهك شكرا جزيلا لك مناصر شكرا جزيلا. الله يرحم والديك وبوفي الجنة على كل حال. هناك دار الزين يا سلام هذه داهية تختطف أول الأشواط وقفلت الشوط باسم داهية سجلوه ودونوه في أول أشواط المؤسس ومهرجان المؤسس يذهب مع داهية وباسم داهية هذه الداهية العملاقة تختطف أول أشواط الصباح وأول أشواط المهرجان. تهانينا تهانينا والناموس لمبارك من دقاش محمد العامري وسلام يلفوع على السلام. في هذه اللحظات المعلق معلق رياضة سباقات الهجن
اخوي حمود بن راشد اليماحي الضيف العزيز القادم من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، ضيفنا اللي كان من الكويت جابر بن ناصر ولكن ابو راشد من الامارات. ابو راشد حياك الله معنا ونقول يا مرحبا ومسهلا. حيه مرحبا وسهلا ابو بريك، الله يطول اعماركم. ونحن في هذا اليوم أهني صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد مفدى بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، أهني حكومة وشعبا بهذه المناسبة، ونحن طال عمرك جايين مشاركين في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الله يرحمه في سباقات الهجنة العربية الأصيلة، ونشارك إخواننا في الإعلام. نعم أبو راشد، أنت حضرت في المهرجان السابق مهرجان المؤسس ولا المرة الأولى؟ نعم حاضر المهرجان الأول والمهرجان هذا إن شاء الله. 10,200 وزيادة عدد الهجنة المشاركة، عدد كبير. نعم جواز أيضا كبير على حجم الحدث. الله يطول عمر الحكومة، وندل على ذلك طال عمرك دل على اهتمام أبناء الخليج بهذا بمحافظة على هذا التراث والعادات والتقاليد التي أرثوها أجدادنا في الماضي وأبائنا في الحاضر، ونحن نكمل مسيرة الأجداد بهذه الانطلاقة سباقات الهجن والمحافظة على هذا التراث. حمود بن راشد اليماحي بيض الله وجهك وشكرا جزيلا لك إجابة هذا اللقاء، ونسأل لك التوفيق، وشرفتنا اللي بهذا الحضور. الله يطول عمرك، مشكورين ولكم جزيل الشكر والاحترام أخوي ببرك. شكرا بن راشد، شكرا بيض الله وجهك. لا. في ديرة اخوان روضة مرحبا بالضيوف اللي من البز جات وحطت رحالها، اخواننا في الخليج مطوعين الظروف وإن جات دار التميم.